بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في قناتكم مصر ميديا اي بي. يا ريت قبل ما نبدا في الفيديو ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناه من الزرار الاحمر اسفل الفيديو، وتعالوا نخش ليه اهم خبرين في الوقت الحالي. واول خبر معانا وهو نوع الصاروخ المطلق من غواصات البحريه في المتوسط ونكشف السبب، وسأغرقها بنفسي رئيس أركان البحرية الليبية، يتوعد السفن التركية. تعالوا ننتقل لأول خبر بتفاصيله وهو نوع الصاروخ المطلق من غواصات البحرية في المتوسط ونكشف السبب. كشفت القوات المسلحة المصرية عن نوع الصاروخ الذي أطلق من إحدى غواصاته في البحر المتوسط وسبب إطلاقه في التدريبات. وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن إحدى الغواصات المصرية أطلقت صاروخاً من طراز هاربون المضاد للسفن الذي يصل مداه إلى أكثر من 130 كيلومتر، ولفت إلى أن إطلاق الصاروخ من الغواصة بعمق البحر يهدف لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة، وتمتلك مصر غواصات ألمانية مسلحة بصواريخ أمريكية مضادة للسفن من إنتاج شركة بوينغ وهي هاربون، حيث يبلغ وزن الصاروخ حوالي 600 كيلوغراماً والرأس الحربي 200 كيلوغراماً. المصدر RT. تعالوا نخش على الخبر التالي، وسأغرقها بنفسي رئيس أركان البحرية الليبية يتوعد السفن التركية. أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي اللواء فرج المهدوي أنه تلقى أوامر تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية، حسبما أفادت صحيفة Greek Reporter اليونانية. وكشف قائد البحرية الليبية في مقابلة مع قناة تلفزيون ألفا اليونانية أنه تلقى أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من المنطقة، منتقدا في الوقت ذاته الاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المتمركزة في طرابلس. وقال المهدوي: لدي أمر، حالما تقترب أي سفينة بحث تركية سيكون لدي حل، سأغرقهم بنفسي. تلقيت هذا الأمر من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر. وفي وقت سابق كتب المهدوي على حسابه عبر فيسبوك باللغة اليونانية: سنحرر العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي. وأوضحت الصحيفة أن المهدوي يتحدث اليونانية بطلاقة لأنه درس في الأكاديمية البحرية باليونان في السبعينيات التي تخرج منها قبل عودته إلى بلده، مشيرة إلى أنه حافظ على علاقة قوية مع اليونان منذ ذلك الوقت. يأتي ذلك على خلفية الاتفاق التركي الليبي الذي وقعته حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج مع حكومة رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي حول الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. وأشار هذا الاتفاق جدلا واسعا وانتقادات داخلية في ليبيا وتوترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها، فضلا عن إشعال نزاعات إقليمية حول المياه المتوسط. والجمعة الماضية طردت اليونان السفير الليبي في أثينا محمد يونس إمام، وقالت إنه غير مرغوب فيه على خلفية الاتفاق الذي اعتبرته أنه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الأمر الذي دانه الرئيس التركي ووصفه بأنه فضيحة. طبعا هو أردوغان فهو دماغه ضربة منه. كما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا وحكومة السراج إلى ضرورة احترام القانون الدولي للبحار ومبادئ علاقات الجوار الحسن وسيادة جميع الدول المتشاطئة وحقوقها السيادية في المناطق البحرية بما فيها الحقوق المقررة للجزر التابعة لها. المصدر مصراوي ووسائل إعلام ليبية. جينا لنهاية الفيديو، وأتمنى يكون الخبرين يعني استفدتوا منهم حاجة في الوقت الحالي، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.